لحظة في بعد الولد مات وأنا جوزي كرسي احنا لحظة قبل ثانية كان قدامي اللي بدك تشتري لي بيضة كيفر العب فيها ما لها يا كده ابني لسه ما صار عمره 4 سنين ما شفته الا عيوني طالعة شو عامل انت ال4 سنين لسه بدها تجينا قذيفة نحن بالمستشفى وين العالم؟ وين حقوق الإنسان؟ وين الدول الكبيرة؟ وينها؟ بعدني صبية بتذكر صحت زبطين بالتخت أنا وجوزي جوزي كانت مضبطة بتهد وحيد عيالي مثل ما نحن نتفونا تنتيف عم نبلش حياتنا ليش؟ نحن قاعدين بالغرفة عم نشرب قهوة، نحن 4 أشخاص عم نشرب قهوة، في حرمة جاي زيارة شربت القهوة بدها تطلع برا شو أنا فتحت الباب أنا جنبك فتحت الباب لحتى تنزل لسا ما نزلت من باب اجت القذيفة طلعت أختي أول شيء طلعت أختي قلت لها الحمد لله على السلامة ثاني أنا قدامي طلعت هذيك الميتة شالوها بالبطانية في وحدة طفرانة جايب لها أكل كل يوم بجيب لها أكل من ما ما من لعبة وقت أعطاها الأكل ما شافوا إلا إجت القذيفة نزلت فيها البيت وقتها من وقت طلع من العملية نايم والله نحن كنا عم نصلح الدعتوبة طلعنا قذيفة هربنا فضينا من مصر دينايه شوي ولا نضف لنا رجلي خذي المثالي والله نحن عايزين على خرطومة تشتري مكنة فايدة لأخي اللي توفى هذا الزلمة اتفق هو وياهم وكذا ورايحين بهالطريق القذيفة نزلت لها الأرض وتصابنا أخي توفى الله يرحمه وأني رايح أوقع دفتري مشان أنتهي من دوامي مرقت من باب تومة وسارة نزلت قذيفة ما صحيت على نفسي إلا بالمشفى بالمحافظة عام النظافة نزلت أول قذيفة فتنا تخبينا بالبناية استنينا 10 دقايق ما نزلت وحدة تانية رحنا طلعت أنا نفتح باب السيارة ونزلت بالسيارة إلك دين له الله يسامحه هو طالع من قلبي والله دين له الله بس بدي أخذ لي حقي الله ينعمه والله شغله مثل ما عم يساووا يلاقوا فوقهم. انو دين انو مبدا انو عقيده يا انصارات ما بيجوز يا اخي والله ما بيجوز. حياته ما صار مين منغول ساو منغول ما بيساو هذا. انت عندك مشاكل مستقيم شو بدك بالشعب؟ شعب رايح على شغله على عيلته شو دخلوا طيب؟ يعني لو عم يشوفوا هالعالم اللي عم تموت كان يبطل يضرب الله لا يوفقه الله لا يوفقه ننتقم منه شو جنب هالعالم اللي عم تموت طلعنا شغلنا في الضوء صار كذا هالارهابيين الله لا يوفقه انا والله قبل بدقيقة كنت عم بدي عليهم الله لا يوفقه لك شو جاي عم يروح الابرياء يروح كل مستشهد عالم الله لا يوفقهم يعني سبحان الله قدر الله ما شاء الله الله ينتقم منهم حرام عليهم هالبشر هاي شو صار فيها يا حرام الله بده يوفق اولاد الحرام والله لا يسامحهم بجاه كلمه له عن جوزها هالناس كلها عم تركض لحتى تلاقي لقمه الاكل لاولادها
بيضربوه في القضاء في الغرب الحي. لسه اللي عم قاتل بالروس هي اشرف من هيك. بتعرف انت عم تقاتل عدو، اما انسان عم يزتها وين ما كان عم يضربوا بني ادمين. يعني من قلال الله لا يجزيهم الخير، الله يكسر ايديهم. وهن امريكا والجيش الحر كلهم عم يدمروا بلدنا، اجوا هن حتى انه يدمروا لبلدنا، نحن كنا اكثر بلد منيح وهي، هن اجوا دمروا لنا بلدنا. طيب شو بتقول لامريكا هلا؟ امريكا انه البلد هي الوحيد اللي عم تبعت للجيش الحر قذائف وانه مساعدات عشان يدمروا الاطفال، ما بصير هذا الشيء، هن عم يدمروا الاطفال بلدهم مثل اخواتهم. طيب مالك خايف هلا انه عم تلعب بالطابع عم تسمع انه في قذائف عم تنزل؟ انا مستحيل خاف، انه انا نحن ما بنعمل شيء انه منيح، والله الله بيحمينا من كل شيء. امريكا هي السبب، هي يعني عم تعطي الارهابيين قذائف مشان يجيبوا يعني يقصفوهم علينا. نحن ما يعني ما عملنا شيء لحتى يروحوا يقصفوا علينا ويأذونا، لانه هنا عم بيأذوا ناس صغار وكبار من غير سبب. يعني هنا ما عملونا شيء لحتى بيأذوهم. انه امريكا كل ما بيكون في فرصه سلام بيروحوها، ما بتحب حدا يكون يعني بدها تأذي الكل، ما بتحب الخير لحدا. ما بنقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. يعني نحن شو ذنبنا؟ الاطفال والسيارات هي تكسرت، الخسارات هي على حساب مين؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يعني بتركعونا فشل. هاي سوريا ربك حاميها، مو من هلا، من قبل الأديان كلها الله حاميها.